بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد لفن الديكوباج. النهاردة هنشتغل ان شاء الله على كوسترات، وزي ما احنا شايفين هنلزق المناديل بدون اي كرمشة. الناس اللي دايما بتشتكي ان انا لما بلزق المناديل بيبقى فيه كرمشة كتير، النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين الشغل بتاعنا، طريقة المكوى اللي انا عملتها معاكم في فيديوهات كتيرة فاتت حلوة جدا جدا في انها تفرد المنديل ويبقى لازق في الخشب بالشكل اللي انتوا شايفينه. الكوسترات بتاعتي هي موجودة وهنحطها. لو هنمسك الخطوات بقى واحدة واحدة كده، اول حاجة بنبدأ نأسسها. لو انت شايفاها تحتاج صنفرة صنفريها وامسحيها، لكن انا شايف الخشب ناعم ونظيف. بأسسها بالأبيض، بلاستيك أبيض أو جيسو. دي أول خطوة. لو لسه أول مرة بنشوف القناة، أتمنى دعمكم واشتراككم في القناة ولايك للفيديو، ونسيب تعليق حلو كده. اي استفسار او حاجة عايزين نسأل عنها ممكن تسيبوها في التعليقات وبرد عليها. بسيب الخشب بتاعي ينشف وببدأ أجهز المنديل اللي أنا مختاراه للشغل بتاعنا، واللون الإكريليك اللي يمشي مع المنديل. الإكريليك كان لونه غامق شوية أو الأورنج محمر شوية، فتحته حبة بحيث أنه يبقى بالضبط نفس الدرجة اللي موجودة في رسمة المنديل. هخلي الخشب ناحية منه واسيبها باللون الأبيض اللي أنا هطبع عليها أو هلزق عليها المناديل، والظهر بتاعها هعمله باللون الأورنج ده. طبعا الأورنج حابة تعمليه بإسفنج، حابة تعمليه بالفرشة، أنا حبيت الإسفنج في الشغل بتاعه. وبعد الأورنج ما ينشف خالص نبدأ نعدلهم بقى على الوش التاني عشان نبدأ نشتغل بالمنديل بالطريقة اللي احنا هنقولها النهاردة. لو حد لسه اول مرة بيشوفها، طريقة المكوى هي افضل طريقة للناس اللي لسه بيبتدوا الديكوباج وبيسألوا كتير، افضل طريقة الزق بيها المناديل على الـ على الـ على الخشب بالنسبة للديكوباج. ما فيهاش بصراحة طريقة المكوى اي عيوب. الالوان المنديل طبعا بالنسبة للكوسترات بختارها حسب المكان اللي انا هحط فيه الكوسترات. هي تتحط على ترابيزة بتاع طقم انتريه، فموجودة على الطقم على الكنب خداديات بالوان اورنج واحمر وتركواز، ولقيت نفس التلات الوان بالظبط موجودين في الرسمة دي، فحبيت ان انا اختار المنديل ده. هنبدأ بقى المرحلة التالتة دي، ازاي بنجهز لتلزيق المناديل. اللي بشتغل بيه ده ورنيش مائي، والورنيش المائي ما بتخففش، بشتغل بيه زي ما هو من علبته. وبدهن الوش اللي انا هحط عليه المناديل بالورنيش المائي واسيبها حوالي 10 دقايق. ليه 10 دقايق ملزقش على طول؟ 10 دقايق انا عايزة الورنيش مش ينشف قوي، يعني بصوا ينشف بس انت لو حطيتي صباعك عليه يلزق شوية، فتحسي ان هو مش اتشمع كده، يعني ما بين ناشف وما بين طري، بس هو اقرب لانه يجف، يعني يجف بس لسه مش تمام الجفاف. نبدأ نجهز ليه المنديل. يبقى انا كده حطيت الورنيش وعشر دقايق ورجعت تاني جهزت ايه بقى لخطوة اللزق او مرحلة اللزق اللي هي رقم 4 هنا. ورقة من ورق الزبدة
اللي في ايدي دي، والمنديل بتاعي ببدأ اجهزه واشيل الطبقات الزيادة، وبنكتفي طبعا في شغلنا بالطبقة اللي عليها الطباعة او الرسمة. في مناديل فيها طبقة زيادة، طبقتين زيادة، يعني انت تشيل اي زيادة وخدي الطبقة الخفيفة اللي على الوش اللي فيها الرسمة زي ما انا بعمل كده. وشوفي المنديل مثلا كان ممكن احط دوائر كاملة، حبيت ان انا يعني ايه انسق على الكوستر فاحط جزء من الاورنج الصريح اللي هو الخط او الفريم بتاع المنديل مع جزء من الرسومات. المكوة بتاعتي سخنتها، بشتغل بحاجة من الاتنين دول، يا اما مبرد الاظافر او حتة من ورق الصنفرة زي ما هشوف دلوقتي استعملها ازاي. هاخد الجنب اللي فيه اللون مع الدايرة، ودي نفس الشيء، وهقسمه كده عليهم. حط المنديل على الخشب ناحية ما انا حطيت الورنيش، وفوق المنديل ورقة الزبدة، ونبدأ نشتغل بالمكوة. طريقة جميلة مفيش اسهل منها، الزقي اي مناديل وانت مطمنة. بنشيل ورقة الزبدة بشويش كده زي ما شفنا، ونبدأ بقى نقص المنديل من على الخشب ازاي بحاجة من اللي انا قلتهم دول، مبرد الضوافر او حتة الورقة بتاعت الصنفرة بالشكل ده على الحرف بتاع الخشب، وبتمشيها وبس، مفيش غير كده. ادي سطح الكوستر بتاعنا في منتهى الجمال، مفيش اي ثنايا او كرمشة للمنديل، تماما ناعم خالص. امتى بفضل طريقة المكوة في الديكوباج؟ بفضلها لو احط المنديل كامل بدون تفريغ. انت بتفردي المنديل على السطح اللي قدامك بكامل مساحته، فالافضل ان انا استخدم طريقة ورق الزبدة والمكوة، بتبقى جميلة جدا. ولو هتعملي تفريغ وهتفرغي وعايز تستعملي المكوة برضو مفيش مشكلة، لو هفرغ المنديل يعني عبارة عن وردات وبفرغ الوردات بعيد عن بعض وأعيد توزيعها وعاوز تستخدمي نفس الطريقة مفيش مشكلة، بس أنا أقصد إن الكرمشة بتبقى فرصة الكرمشة أكتر لما بستخدم مساحة كبيرة من المنديل. كل ما استخدمت مساحة كبيرة من المنديل الكرمشة بتبقى فرصة تواجدها أكتر، عشان كده أتغلب عليها بطريقة المكوة. لكن لو مفرغة المنديل سهل أو إنك تلزقي على طول. يعني أدي الكوستر التاني أهو، اخترت نفس المساحة أو نفس الجزء من الرسمة اللي في المنديل مشابه للي فات، وبنبدأ نقص الزيادة من الورق بنفس الطريقة. طبعا من جوه لبره، يعني بضغط بشويش من المنديل للخارج على السن بالظبط بتاع الخشب. اهي طالعة في منتهى الجمال بصراحة، حلوين جدا جدا. فاضل لي ايه بقى بعد ما اخلصهم؟ عايزة احط طبقة حماية كويسة على الكوسترات، لازم نحط طبقة حماية. طيب الناس اللي بتشتغل ديكوباج بيستخدموا الورنيش المائي ويحطوا اكتر من طبقة، وبرغم من كده تلاقي ناس كتيرة بتشتكي
الورنيش لما بنيجي نحطه في صواني او نعمل بيه كوسترات، اول ما نحط كوبايه سخنه بيلزق. ايه الحل؟ هقول لكم يا جماعه، الكوسترات والصواني ما ينفعش الورنيش. خلي الورنيش لو بتعملي ديكوباج، تابلو، بوكس منظم، الحاجات اللي مش هتتعرض للميه والاستخدام والغسيل، اعملي الورنيش المائي اكتر من طبقه. لكن لما اتكلم عن صينيه او كوسترات، يعني في كوبايات سخنه هتتحط عليها وفي غسيل ممكن، يبقى لازم الدوكو السبراي الشفاف. هيكون المكان جيد التهوية وعلى بعد حوالي 30 سنتي، وترشي رايح جاي الدوكو السبراي الشفاف ده، تحفة في حاجات كتيرة جدا كطبقة حماية. واستنى لما الطبقة تجف وبعد كده اكررها تاني، يعني حابة تعملي طبقتين تعملي تلاتة، وبعد كده استخدمي الحاجة اللي معاكي واغسليها كمان، مفيش منها اي مشكلة. بتكلم على الصواني والكسترات، عمرك ما هتقولي بقى الكوبايه لزقت او غيره. ادي الشكل النهائي، واتمنى ان هو يكون عجبكم. الحاجات دي جميله جدا، تعمليها لنفسك او تعمليها هدايا، بتبقى فكرتها حلوه. اشوفكم بخير في فيديوهات جايه. اشكركم على مشاهده الفيديو، وما ننساش الاعجاب بيه، وشكرا، ودمتم في رعايه الله. مع السلامه.